السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار السيارات اليوم 31 جويلية 2021، خوتي جبنا لكم سيارات اللي ضعتوها في التعليق. خوتي اللي خصته أي سيارة يكتب لنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله، بي ام سي دي 5 سبور ام لاني 2021، طاقة مازوت، المحرك سانسو 25 دي، علبة سرعة اوتوماتيك، الوثائق رخصة مجهد، السعر مولاها يقول 1,160,000,000، قابل للتفاوض. خوتي السيارة موجودة في دار ابراهيم. خويا ما سبتش في 2019، ان شاء الله في الفيديو القادم اللي سبتك في 2019 نجيب لك بحول الله. قرأوا البطاقة التقنية من أخوتي قبل ما تعيطون مولاه. كورولا 2014، طاقة مازوت، المحرك 2.0 115 شوفو، ماشية 250 في كاتيجري الصافية، سعر مولاها يقول 220,000,000، قابل للتفاوض. خوتي السيارة موجودة في الأغواط. خويا ما سبتلكش في 2016، في الفيديو القادم إلا سبتلك نجيب لك بحول الله. قرأوا البطاقة التقنية من أخوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. كليو كاتلاني 2013، طاقة بنزين، المحرك 1.75 شوفو، ماشية 180 في اللون أحمر بوردو كاتيجري الصافية. خوتي السيارة فيها راكور في المالا ولا الكوتي باساجي، السعر مولاها يقول 148,000,000، قابل للتفاوض. خوتي السيارة موجودة في وهران. قرأوا البطاقة التقنية من أخوتي قبل ما تعيطون مولاه. كليو كاتلاني 2013، طاقة بنزين، محرك 1.75 شوفو، ماشية 195,000، اللون رمادي فاتح كاتيجري الصافية. خوتي السيارة عطاولو 139,000,000، موجودة في الأغواط. قرأوا البطاقة التقنية من أخوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. سانديرو 2018، الطاقة مازوت، المحرك 1.5 90 شوفو، ماشية 68 ألف كاتيجري الصافية. خوتي السيارة فيها بارشوك، عطاولو 210,000,000، موجودة في الجزائر دراريا. قرأوا البطاقة التقنية من أخوتي قبل ما تعيطوا لمولاه.
إيديس 2017 الطاقة بنزين محرك 1 بوادو ماشية 115 ألف، كاتيجوري الصافية، المحرك 10/10، سوسبونسيو 10/10، 4 بنوات جدد فيها راكور في المالا، خاوتي هالسيارة طولو 167 مليون، موجودة في الجزائر زيرلدا. قرأوا البطاقة التقنية من خالتي قبل ما تعيطوا المولاه. مرسيدس 2015 طاقة مازوت، علبة سرعة أوتوماتيك ماشية 200 ألف، كارتغري الصافية، صبيغة دوب زيرو، السعر مولاها راه يقول 500 مليون، بريفيكس. خالتي السيارة موجودة في الجزائر برج الكيفان. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. فولكسفاغن تيدو لاني 81 الطاقة بنزين، المحرك نافشوفو، اللون برتقالي، كارتغري الصافية، السعر مولاها راه يقول 45 مليون، قابل للتفاوض. خاوتي السيارة موجودة في سطيف. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. توسونسات 2012 الطاقة مازوت، المحرك 1.4 70 شوفو، ماشية 260 ألف، اللون رمادي فاتح، كارتغري صافية، صبيغة دوب زيرو، فيها رتوش خفاف، عطاولو 120 مليون، موجودة في تيارت. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه.